صار في علاقة بسيف كوساني وطارق العبيدي المصورين الصحفيين لموقع نواد، اللي صار معاهم هو أنه تمنعوا من الخدمة، تم اقتيادهم المركز وين قضوا نهار. ما فماش علاش رانا قاعدين نطبعوا نوعا ما مع أساليب ومع تصرفات بوليسية من النوع هذا، لكن فماش علاش أنا نكون نخدم نلقى روحي في مركز ونعدي فيه النهار. والأعظم من هذا الكل هو أنك بعد تستدعاني باش نمثل المحكمة تقريبا أسبوعين من بعد. مش معقول، هذه ممارسات سلطوية وتمثل خطر كبير برش على الصحافة، وعبارة على بوادر إعلان نوايا من السلطة ومن القوات البوليسية على أنهم يوصلوا وين يحبوا يوصلوا اليوم، وذلك اللي قاعدين مصرين عليه. كما مواضيع معينة الدولة وخاصة وزارة الداخلية تخاف منهم، كما مواضيع تتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب. طبعا مثلا اللي صار مع الصحفيين النوات اليوم، مشاو يغطيوا في نشاط تابع لمناهضة الإفلات من العقاب في قضية عمر العبيدي. قضية عمر العبيدي تخوف الدولة وتخوف وزارة الداخلية، وقاعدين يقوموا بكل ما يمكن باش أنهم يطمسوا الحقيقة. يعني ما كفهمش أنهم يحرموا حق العائلة من أنها تاخذ حق ولدها وأنه حق أصحابه وحق زملائه، إلا أنهم يزيدوا يتبعوا كل من يخمم ولو يتضامن بالفكرة مع عمر العبيدي. يعني هنا أنت عندك مشكلة كبيرة، عندك جهاز ما يخليش الناس تخدم، لا صحفيين لا ولا سيب حرية رأي والتعبير، ويتدخل في ما ليس له فيه حق، وأيضا يتم التضييق ومعاقبة كل من يفتح ملفات، خاصة ملفات تتعلق بالفلات من العقاب في الجرائم البوليسية. رينا صحفيين من موزايك مثلا، بعضهم نوات، تم تعنيف العديد من الصحفيين. نتذكروا أنه 14 جانفي اللي فات كان يوم حافل بالاعتداءات اللفظية والجسدية على الصحفيين التوانسة. حتى شيء من هذا ما يتنسى، حتى شيء من هذا ما يتعدى، نخليوه في بالنا في ممارستنا اليومية ونذكروا به ونواجهوه. تضامن لازم ما بين الناس كل، صحفيين وغير الصحفيين، سواء من ناشطي حقوق الإنسان، المناضلين، السياسيين اللي يخدموا من أجل حرية التعبير وحرية الصحافة، لكن زادة الناس في السلطة اللي اليوم نساو منين جاو، نساو شنو الأهم، وقاعدين مكبشين في سفاسف، في حكايات فارغة، في نزوات ذاتية. اليوم يلزمنا نكونوا متضامنين قدام الهجمة هذه كلها.